السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه 3DF ده بيخليك ترسم أشكال ثلاثية الأبعاد بسهولة جدا، وبعد كده بيديك شفرة كود بال HTML أو CSS تقدر تحطها في أي موقع. ده شكل الموقع وأنت تدخل عليه بالشكل دوت، تمام. بتقول له أنا عايز أبدأ start using this application، فبيديك واجهة بسيطة تقدر تحط الأشكال البسيطة ديت، ومن خلالها تقدر تكون أشكال معقدة. بتبدأ تحط الشكل بتاعك، بعد كده تقول مثلا انا عايز اعمل ايديت عليه، فتلاقي ان انت تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. عايز اعمل له روتيت مثلا، تمام. تيجي انا تقول له مثلا عايز اعمل دليت، عايز اعمل دوبليكيت، عايز اعمل له روتيت، عايز يعني في بيديك امكانيات تقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز، وتقدر تغير اي حاجة انت عايزها من هنا. ده كده انت في الاديتور، ممكن تروح في البريفيو فيبدأ يوريك الشكل اللي انت عملته. تقدر تتحكم في اللايت، في كل حاجة انت عايزها. وهنا بتلاقي الشفرة تحتك ال HTML و CSS، تقدر تاخدهم كوبي وتحطهم في اي صفحة من صفحات الانترنت او في اي برنامج انت عايزه، وتقدر تدخل تعدل في الكود بحيث توصل لنتيجة اسرع اللي انت عايزها، سواء HTML او CSS او جافا سكريبت زي الشكل ده كده. ده معمول في قلب البرنامج، مكون من الأشكال البسيطة اللي انت بترسم بيها.